خدمت مع الإدارات، خدمت مع عمال، خدمت مع مسؤولين، وكنا تقريبا حسب رأيي عائلة واحدة، لأن وصلنا إلى نجاحات كبيرة وهامة برشا. لأن ننسى بعد الثورة هناك مشاكل كبيرة، العمل ماهوش مكان سهل في الوزارات الكل، مش في وزارة الشباب والرياضة، الوزارات الكل. لكن رغم هذا لقينا تجاوب كبير من الإخوان اللي اشتغلوا في وزارة الشباب والرياضة. خدمنا المصلحة واحدة، ومصلحة الوزارة ومصلحة الشباب والرياضة. قمنا بإنجازات عديدة، هو يعرف، شغلنا تشغيل موسير. نعرف أن المنشأة كبيرة في تونس هي التشغيل، المنشآت والكلا تقريب توا في الجهات الكل. إذا تمشيوا تزوروا الجهات تلقاو الوزارة، يمكن الوزارات اللي قاعدة تشتغل له كما يقولوا الفاس غادي يخدم. وهذا لأن فما استراتيجية، فما ناس خدمت، وفما ناس حضرت وهيئت في الرياضة زادة الشباب، قمنا بعمل كبير. نشكر هنا دار الشباب اللي تبارك الله التظاهرات السنة هذه في الجهات الكل، اللي اليوم خلقنا راديوات بالإهام بالنسبة للشباب نتاعنا في المناطق الكل، تقريبا في 12 ولاية، وإن شاء الله السنة القادمة باش تكون في 24 ولاية. سياحة الشباب اللي شرينا شركة كاملة اسمها سوديو تور تاع التجمع، بطبيعة الحال فيها فندق في الحمامات وفي بول صدرية، وهذه بتكون بالنسبة لنا احنا هام لسياحة الشباب. الرياضة حبنا هنا نشكر المسؤولين القائمين على الهيكل هذا، لأنه كانوا قراب. إذا نجحنا في عديد الجامعات وتوصلنا وتحصلنا على عديد من الألقاب، لأن هناك وزارة وراء الجامعات، الجامعات ما تخدمش وحدها. الجامعات بدون وزارة ما نقولوش ما تسوى شيء، لكن صعيب. لأن خدمنا مع بعضنا، لأن الجامعات قبل ما تبدا تخدم البرنامج نتاعها مع الوزاره، ولات هناك شراكه بين الجامعات والوزاره، وهذا نحبوا نوصلوا له ويزمنا نكملوا فيه. لان عندنا اهداف، عندنا الالعاب الاولمبيه، والالعاب الاولمبيه لازم تخدموا عمل قبل 4-5 سنوات، واحنا بدينا فيه. هناك نجاحات كبيره، والسنه تحصلنا على عديد من الميداليات في الرياضات الكل. بطبيعة الحال احنا في تونس راهو النجاح الا بكرة القدم، اذا يفشل كرة القدم كأن الرياضة نتاعنا كل فشل. لا احنا لا، وانا عرفته من الوزارة، انا بدي كنت فكر كيفه في الفوتبول ما مشيش ونهزوا حتى 20 ميدالية وكم يطلق ميدالية بالنسبة. لا، الرياضة ما يش فوتبول لك اهو الرياضة. احنا اليوم اذا عنا اشعاع العالم العربي وفريقي، لان الرياضة نتاعنا هي رأي. اليوم كونا إطارات لقدموا إضافة كبيرة، لأن الوزير واحد ما يعمل شيء. الوزير بالوزارة، بالناس اللي تخدم في الوزارة، من عمال ومن مسؤولين ومن مديرين ومديرين عامين. حاولنا نظلموا شعبيت، ايموسيون كبيرة. اشرب اشرب اشرب
عاشوا مع انسان قبل ما يكون عاشوا مع وزير. ليموسيون هذه موجوده عند الادارات كل الموظفين وحتى العملاء نتاع الوزاره. سي طارق كان نيدول بالنسبه للجينيراسيون تاعي عمري 8 سنين خرجني في الارجنتين. سي طارق رمز لرموز الرياضه في تونس. نقولوا كرة القدم كل سي طارق دياب سي العقربي وغيره 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 الرموز اللي ما التاريخ سيبقى يخلد ذكراها. كل يرموزي في الرياضة الفردية كل ملولي حاليا رمز من رموز الرياضة. خدم الرياضة كلاعب، خدم الرياضة كمسؤول في الجمعية، وخدم الرياضة أيضا كمسؤول أعلى على هذه الوزارة، أشرف على هذه الوزارة في مدة قصيرة، ضحى خدمته لبرا وجاء لتونس باش ينفع الرياضة التونسية. خدم مع إطارات بارك الله في الوزارة، نعرف العديد منهم ونعرف أغلبهم يعني يمد الوزارة أيضا. النجاحات اللي حققها سي طارق ممكن إعلاميا ما تسوقتش، قلت له كان هذا البارح أكبر وزارة شغلت في الوظيفة العمومية، وهذه حقيقة الإحصائيات تجبش تنكرها، هي وزارة الرياضة سوى العديد من الوضعيات الاجتماعية خاصة نعرفهم برشا ونسكن بجنبهم الأساتذة والمعلمين متاع الرياضة.